بعد يطلع قاسم حمزة. علي كمال ثلاثة جنزل. علي كمال بدل قاسم حمزة. أيضا تغيير الأول لكاظمة في الدفاع الأيسر لقاسم حمزة، ظاهر أنه حصل له شد أو إصابة فريح راح يلعب. علي كمال في اللعب، شريدة توصل إلى الهندي عبد العزيز، حصلها وليد الجاسم، وطارق نجم حبس نفسه في زاوية ناحية اليمين بدون حركة، وتوصل في النص ناحية اليمين يحصلها إلى خالد شريدة. خالد العنبري يبعدها دفاع نادي الكويت كاظمة برا الملعب.